أنا حامد خليص في طنجة أهلي وصحابي ريحة البحر والشاون الحبيبة وحبابي وجيت ندار باش نحقق حلم الطفل الصغير اللي كبر معايا وساكن فيا شهرين ونص عشت فيهم أهم تجربة في حياتي جيت نتعلم ونعيش فكرة المغرب العربي اللي عزيز عليا بزاف في الدار عرفت ناس حبيتهم كاملين مع فريد صارت اون تري بيل فيزيون بدرو صار في حال خاي واحمد ما نتصورش الدنيا بلا به الضحكه ديالو المواقف ديالو اما البنات فهما في حال خواتاتي الصغار يجي نهار ندير معاه حاجة إن شاء الله في الميدان الفني وفارد معاك للأمام مهما كانت الظروف مهما كانوا الأحوال من اللي زاتو ديالي أنني كنغني صحيح كنعزف الجيتارة كنعزف البيانو وكنحب الموسيقى الأندلسية بزاف لمن يا حبيب الله وحال الميعاد وانا راني مشيت وانا راني مشيت والهوى الداني والدي يا وحبابي ما سخاو بيا حر الغيوان ما دخلتو بالعاني Je peux confirmer que c'est la première fois qu'un chanteur ose chanter une chanson de groupe. Mon point faible, هو أن نوعية الصوت ديالي ماشي مميز بزاف ولازمها شوية الخدمة ملي كنت كنغني كيعجبني نغني يعني لي ستيل ديالني ديال المغرب العربي يعني الراي قناوة عيساوة طقطوقة أقوى لحظة عشتها في هذه المغامرة هي الوقت اللي لقدني فيه الجمهور حسيت بروحي فوق سحابة ترانسبارون حب الجمهور إحساس كبير أعطاني حماس إن شاء الله نكمل به هذا المشوار بفضلكم أنا باقي في هذه المغامرة هذه وأنا عمري ما ننسى هذا الشيء اللي عملته معايا الحلم ديالي هو أنني نعمل فرقة موسيقية وهي أبخي لتاب سويفانت سي c'est de chanter l'Aranis Soufia et après me retirer auprès de ma petite famille et mes enfants dans la campagne.